في مصر حرب المليونيات تشتعل بين مؤيدي الرئيس مرسي ومعارضيه عشية الاستفتاء على الدستور الجديد، وسط أجواء مشحونة بين الفريقين اللذين يسعى كل منهما إلى حشد العدد الأكبر من أنصاره للتصويت بنعم ولا. وفيما طلبت الولايات المتحدة من مرسي العمل على تحقيق توافق وطني فور انتهاء الاستفتاء على مشروع الدستور، وجه محمد البرادع نداء إلى الرئيس دعاه فيه إلى تأجيل الاستفتاء، معتبرا أن الإصرار على المضي في الاستفتاء سيؤدي إلى عدم الاستقرار. في الشأن السوري، وفيما تستقبل موسكو اليوم وفدا من المعارضة السورية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لم ولن تغير موقفها حول سوريا، وذلك غدا تصريحات أدلى بها نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وقال فيها إنه لا يمكن استبعاد هزيمة نظام بشار الأسد أمام المعارضة. في الشأن اللبناني، وفيما علم أن اللقاء بين الرئيس بري ونواب 14 أذار لم يأتي بتقدم ملموس، برز موقف لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي اشترط فيه الاتفاق على قانون جديد للانتخاب قبل استقالة الحكومة، مؤكدا أنه مرشح للانتخابات النيابية المقبلة. في الأثناء عادت قضية حادثة الكلخ إلى الواجهة مجددا، حيث بدأ أهالي القتلى اليوم اعتصاما في ساحة النور في طرابلس للمطالبة بالإسراع في تسليم جثامين أبنائهم. تنضم إلينا من هناك الزميلة منى صليبة. يعني منى، كيف تبدو الصورة لديك الآن؟ الدقيق شانتال، والأصح أن هذا الاعتصام الذي كان مقررا أن يستكمل هنا في ساحة النور ألغي أو أجل إذا جاز التعبير. التحرك اليوم كان مفروض أن يبدأ بعد صلاة أو عقب صلاة الجمعة في المسجد المنصوري الكبير، ويتوجه الأهالي والمصلون بطبيعة الحال إلى هنا إلى هذه الساحة وينصبون الخيم ويكون اعتصام مفتوح، لأن تعديل ما حصل واكتفى الأهالي والمصلون بأنهم عقب صلاة الجمعة في الجامع المنصوري الكبير. تحدث الشيخ محمد إبراهيم رئيس لجنة الأهالي، أهالي المقتولين أو الذين قضوا في تلكلخ، تحدث باسمهم وهو قال إن ما كان مقرر اليوم سوف نؤجله، وقال إننا سنعطي مهلة لهذه الدولة التي لم تتحرك لإعادة لنا الجثمين أو الذين قضوا وحتى من هم على قيد الحياة. إذن اتهم الدولة بأنها لا تتحرك وأمهلها السبت والأحد بطبيعة الحال، يعني أمهلها لصبيحة الاثنين، وإذا لم تكن الجثمين قد وصلت إلى لبنان أو حتى من هم على قيد الحياة، ولكن بشكل أخص الجثمين، فأن التحرك سيكون على الأرض وسيكون كبير، بمعنى أن كل أهالي طرابلس سيخرجون ويقطعون الطرقات وتنصب الخيم في أكثر من ساحة وتقطع كل الطرقات، وأيضا أهالي عكار سوف يطالبون بأن ينزلوا إلى الطرقات ويقطعون الطرقات، أيضا سيطالبون أيضا أهالي البقاع لكي ينزلوا ويقطعوا الطرقات. إذن التحرك سيكون كبير ولا يقتصر فقط على طرابلس، هذا ما قاله الشيخ من أمام الجامع المنصوري الكبير. ومن بعدها توجه الأهالي المصلون إلى هنا إلى ساحة النور، ولكن الاعتصام دام ل 15 دقيقة فقط لغير. كرروا تقريبا ما كان قاله الشيخ إبراهيم أمام المسجد المنصوري وغادروا، وبالتالي يمكن أن نرى بأن لا اعتصام في هذه الساحة في هذه الأثناء. الحركة شبه عادية بالنسبة ليوم جمعة، لا خيم ولا معتصمين، فهذا الأمر متروك لصبيحة يوم الاثنين. أود الإشارة إلى أنه خلال الساعات الماضية والأيام القليلة الماضية لم تشهد طرابلس أي إشكالات أمنية على غرار ما كنا شاهدناه في وقت سابق. الجيش اللبناني منتشر في المناطق الحساسة وحتى هنا في هذه الساحة وكل المناطق، ولم يحصل أي شيء أو أي خرق أمني يذكر، ولكن الجميع بانتظار ما ستؤول إليها الأوضاع فيما خص هذه الجثمين. أود الإشارة إلى أنه يبدو أن الأهالي وصلهم تطمينات أو وعود بأن الجثمين قد تسلم يوم الأحد إن لم يكن جميع الجثمين سبعة على الأقل. هذا دائما وعود وصلت إلى الأهالي، ولكن يبدو أن الأهالي وكما في كل ملف الثقة مفقودة بالدولة ومن يفاوض حول هذا الموضوع. على أي حال لنستمع إلى أبرز ما قاله رئيس لجنة الأهالي الشيخ محمد إبراهيم. إن بعض الأجهزة الأمنية قد أخبرنا أن حسان سرور وهو من أبناء التبانة، بطل من أبطال طرابلس، هو أسير ومعتقل عند هذا النظام المجرم. وجدنا أن فعلا بعض الأجهزة الأمنية قامت وتحركت واهتمت بقضيتنا، أما السلطة السياسية لم نراها تتحرك، ما زالت ساكنة وساكتة وصامتة، بالرغم من أن المجرم السفير السوري ممثل فرعون، ممثل المجرمين، ممثل الحقد والطائفية،
أن السفير السوري في لبنان هذا المجرم ما زال قابعا في سفارته، وما زال يصول ويجول ويدور على السياسيين ممن كانوا أولياءه. يجب على السلطة السياسية أن تطلب هذا السفير وأن ترسل رسالة احتجاج وأن ترسله من لبنان. لن يعود إلا بجثث أبنائنا الأبطال، ولن يعود إلا بالمفقودين، ولن يعود إلا بالأسرى. إلى ذلك، استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في السراي الحكومي، وطلع منه على الاتصالات التي يجريها في شأن استعادة جثامين اللبنانيين الذين سقطوا في بلدة الكلخ السورية. وأبلغ اللواء إبراهيم الرئيس ميقاتي أن عملية تسليمهم ستتم بعد استكمال إجراءات التعرف عليهم.